واحنا بنعلم ولادنا الاصرار والطموح والمثابره والعزيمه لازم يكون في الاساس في قنوات اتصال بيننا وبينهم. طبعا وانا مش هاجي مره واحده كده انت عايز تطلع ايه اصلا كذا فابتدي اشجعه، لا لازم افتح قنوات اتصال باستمرار بتكلم معاه. بالظبط، الحوار هو تبادل فكر وتبادل اراء، وان احنا نبص من وجهات نظر بعض. يعني ساعات الاباء والامهات عايزين يفرضوا على اولادهم اهدافهم، هم عايزين يفرضوا عليهم السكه اللي عايزينهم يمشوا اللي هم كانوا عايزين يمشوا فيها او اللي هم كانوا عايزين يمشوها، حتى لو هم حققوا ده بيبقوا سعداء، بيوصلوا لنقطه معينه يقولوا لا احنا لسه حلمنا ما اتحققش، ويرجعوا تاني لتحقيق الحلم. فهنا الحوار مهم قوي، الحوار بمنطق الوصول لنقط مشتركه بيننا وبين بعض، لانه ساعات برضو خبره الولاد بتكون اقل من خبره الاب والام، فبيبقوش شايفين حاجات كتير. فهنا لازم نمزج الخبره مع الرغبه، خبره الاب والام مع رغبه الولاد، ونقابل بعض على ارضيه مش اي حد يفهمها دي برضو من الابناء. لازم هتبقى صعبه قوي، هتبقى صعبه ان انا افهم كتير. هتبقى صعبه ان انا افهم ان دي خبره بابايا ومامتي في الحياه فانا بستفيد منها، او ان هو بيفرض عليا رغباته اللي هو كان نفسه يحققها ومحققهاش او اللي هو حققها حتى. ده متوقف على طبيعه العلاقه بيننا وبين بعض. وساعات احنا مش كل مرحله عمريه نقدر نفرض، الفرد لغايه 11 سنه تمام. نقدر من اول خمس سنين كده، اربع خمس سنين لغايه 11 اللي هو سن المراهقه، بيبقى الطفل عنده استعداد انه يتقبل، وبيبقى عنده استعداد انه يقبل، وعنده استعداد انه يتعلم. اول ما بيوصل 11 بيبتدي سن المراهقه، بيبتدي يشوف نفسه انه هو بدا يبقى البنت كبير. بدات تشوف نفسها ان هي بدات تبقى كبيره، الولد نفس الحكايه. فهنا بنقول للاب والام ادعموهم، اقف وراه، خليه يجرب ويعاني من التجربه ويتعلم منها. اديله النصايح في شكل حكايات، في شكل تجارب. على فكره ممكن نالف حكايات، ممكن ندعي امور، ممكن ندعي ان انا عندي مشكله وعايز اخد رايه فيها. دي بنسميها مرحله التدعيم. مش هياخد النصيحه مباشره، مش هياخد الراي مباشر، مش هينفع افرض على شخصيته، لان هو كمان عايز يكتشف ذاته. وهنا لازم ادخله من بند المزايا. في بعض الاباء والامهات بيدخلوا من منطق العيوب، لا انت مش زي فلان، لا ده فلان احسن منك، لا انت مش نفع ولا حاجه، بيشرخ شخصيته، بيديله رضا عن انه يبقى مش متميز. طب عشان يبقى متميز لازم ابص له من بند المزايا، انور عليها. ده انت حتى لو جالي مثلا ضعيف في حاجه، لا انت قوي، ده انت بتعرف تعمل دي كويس قوي، ده انت هايل هنا، بس انت اللي ما حاولتش، انت اللي ما فكرتش، انت اللي ما قدرتش، انت اميز. ودور له على نقاط المزايا اللي هو فيها. دخول من بند المزايا مهم قوي. طب لو هنتقد، اساسيات نقد الفكر مدحه. لازم اقول له والله كلامك حلو، والله كلامك جميل، لو ابني او صغير بالنسبه لي اديله الملاحظه في انه كلامك هايل، بس انا عندي بعض الملاحظات، وابتدي اديله الملاحظات، ومع كل ملاحظه اقول له ده بس انت هايل، انا وانا قدك ما كنتش بعرف افكر زيك، انا وانا في ظروفك ما كنتش اعرف اعمل ده، بحيث ان انا احببه، ما احسسوش بالضعف. طب لو في مستوايا في نفس السن، ما ينفعش اقول له الحته الثانيه، اقول له كلامك هايل وجميل، بس انا عندي وجهه نظر ثانيه، وابتدي اطرح مزايا فكرتي من غير ما اجي ناحيه عيوب فكرته. طب لو انا بقى بخاطب الاب او الام او الاكبر مني، ما ينفعش اقول له عندي ده، اقول له والله كلامك هايل ومعقول ده، او حالي بالفكره اللي حضرتك كنت قلتها لي قبل كده، او انا فهمت قصد حضرتك بالشكل الفلاني، وابتدي ابع له الفكره مقابل التطبيق، احسسه ان هو بتاعته، ان هو مشاركني فيها. الحوار بالطريقه دي عمره ما يعمل تضاد، لكن يعمل تكامل، لان كل واحد فينا ناقصه حاجة موجودة عند التاني. أنا في سني وخبرتي ناقصني حاجة موجودة عند الشباب الصغير اللي هو بيمارس الحياة في ظروفها دي، متغيراتها اللي أنا ما عشتهاش، والشباب نفس الحكاية. فلازم نقرب من بعض دون تعالي، دون تناقض، دون رفض للآخر، ودون انتقاد. يعني بالظبط لازم نقرب من بعض بطريقة ذكية، بحيث أن الهدف في الآخر أن احنا نكمل بعض، وأن أنا مرفضش كل اللي جايلي من الآخر، ولا افرض عليه كل اللي عندي، باخد جزئيه واديله جزئيه عشان نوصل لارض. طيب.